نحن لسنا ببهائم. هذه الحسن الثاني الله يوالي برحمه الله قالها، وما كيناش شي جهه غتقدر تحكم فينا وتفرض علينا. هذا كما يصفونه بلد الحريه وبلد الديمقراطيه. انت اللي استفزتيني، انت اللي استفزتيني. Come on.
بغيت نهضروا على واحد. انا ما جيت على نصره القانون. انا نصره القانون لان هذا القرار ربما ما كنلقاوش ليه مرجعيه، لان هنا كاين واحد المساطر يقدر يتبعها المواطن بالنسبه للشغل. يقدر مثلا يدير واحد المسطره متبعه. كاين الماده 90 من احداث محاكم اداريه، خصو المرجعيه ديالو ويدير دعوه الغاء القرار بموازات، يدير ايقاف التنفيذ من قانون 300.361 من قانون المسطره المدنيه. واحد الخاص حاجه خاصها تكون ان جميع المرافق العموميه خاصها تحط داك القرار قدام الباب باش نعرفوا التاريخ ديالو والمرجعيه ديالو وشكون سينا فيه. وبالنسبه للمشغلين، اي شي واحد ان المشغل ديالو قال ليه رفضوا، اول حاجه غيدير مفوض، يجيب مفوض قضائي ويبلغ المشغل ديالو، يعطيه نسخه من المرجعيه ديال القانون واحد الاجه ديال 15 يوم. الا ما عطاش ليه، اذا تتبقى العلاقه بينه وبين المشغل ديالو كعلاقه بالقانون الشغل. إلا عطاه قرار، هذاك القرار غيشدو وغيدير المحكمة الإدارية ويدير المادة 90 موازاة بإلغاء القانون بالموازاة، يدير إيقاف التنفيذ من فصل 361 من قانون المسطرة المدني. هذا هو. وجميع المحالات كون كان القانون دابا كون كان صادر قانون، كون راه هاد المقاوي تغلق لأنها بقوة القانون. دابا حدا هذا السيد جا عنده القيد، الا جا عنده القيد قال ليها سدد المحا، راه يقول لها اعطيني المرجعيه القرار انت صدر شكون سينا عليه، وكاين القانون انت ولا فيها القانون. السلام عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.